مثل ما تعودتوا عم نطل عليكم يوميا على شاشة الام تي في ونهيلكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. اغلب الاوقات منتنقل بالبيت من مرايه للتانيه تنقدر نستعمل المرايه يلي بتكون مضوايه وبتفرجينا صورتنا بوضوح. مع ليد ميرور انحلت هالمشكله. ليد ميرور هي مرايه بتضوي وبتفرجينا تفاصيل وجهنا بوضوح لانها بتضوي كلها على الداير، وبصير فينا نعمل اللي بدنا اياه من مكياج وتجميل. ليد ميرور بتدور على التاتش وفي معها ستاند لتسهيل عمليه التثبيت، وفي محل تنحط فيها ادوات التجميل. هالمراية فينا نستعملها بالطول أو بالعرض لأنه بتبرم 360 درجة وفينا نعليها ونوطيها حسب ريحتنا. سهلة الحمل وفينا ناخدها معنا وين ما بدنا، ومزودة أكيد بلمبات ليد ودمر تنقدر نقوي ونخفف الضوء حسب رياحة النظر. ليد ميرور فيكن تحصلوا عليها ب 30 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. اجمالا مشكله الوزن لها حل، بس شي مره فكرتوا بمشكله الطول؟ مع سمارت طول رح تزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعه المصنوعه من ماده الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا وهي كفيله بانه تزيد لكم طولكم لحدود ال 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع وما لها اي عوارض جانبيه بفضل المواد المريحه المصنوعه منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الاجر جوات الشوز وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا او تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن احذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن اياه من سنتيمتر لحدود ال 5 سنتيمتر. ما عليكن الا انه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز وهي كفيلة بانه تزيد لكم طولكم وما بتسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوع من مواد مريحه مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الاجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع او حساسيه وبتضاين لفتره طويله. ب 20 دولار فيكم تحصلوا على سمارت تول والعلبه بتتضمن 10 قطع وكل قطعه سنتيمتر واحد. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم بلا اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. شو اورجانيزر هالشبه خزانه بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجانيزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه ثقيل بالحمل. شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه والها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز. قياسها مناسب كثير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكم تحطوا 2 أو 3 شو اورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا على شو اورجانيزر، والعرض هلا مقابل شراء 2 شو اورجانيزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب 26 دولار توصل لعندكم بلا كلفه دليفري. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديده هي الحل. هالمكنسه على البطاريه ما لها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير ان كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي، وبتحللنا خاصة مشكلة الشعر يلي ولا مكنسة بتحللنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شيت كهرباء والمكنسة العادية بيعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر وما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكال، منوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم، وأكيد هذا الشي بيتطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط.
سوي برو بتبرم من 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيا لشي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سوي برو هي ماشين ما بتنضب لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.